نادي الزمالك لأبنائه. ونادي الزمالك طول عمره على مر التاريخ لما بيكون أحد أبنائه المخلصين في مهنة، أول حد بيقف جنبه وبيته هو نادي الزمالك، وده اللي بيميز نادي الزمالك عن أي مكان تاني في مصر. الحاجة الأهم إن أنا لاحظت إن عودة شيكابالا فعلا لنادي الزمالك كانت أكبر دليل إن المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة فعلا عايزين يقفوا جنبه. وأقول لحضراتكم ليه؟ لو كان نادي الزمالك ما تعاقدش مع أي نجوم وما تعاقدش مع أي لعيبة كبار، كان ممكن أقول لكم إن شيكابالا عودته لنادي الزمالك منظرة، شيكابالا عودته لنادي الزمالك عشان خاطر الجمهور، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة إن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع لعيبة بما فيه الكفاية إلا إن هما تخليهم إن هما خلاص إحنا مش محتاجين شيكابالا. فده أكبر دليل إن المستشار مرتضى ومجلس الإدارة بالكامل فعلا رجعوا شيكابالا عشان عايزين يقفوا جنبه. لكن الأهم من كده زي المستشار مرتضى ما قال إن كان لازم يبقى في مكان إن شيكابالا يلعب فيه. ومفيش مكان أفضل في مصر إن شيكابالا يلعب فيه غير نادي الزمالك زي النادي الإسماعيلي. وأقول لحضراتكم ليه؟ طول عمري بسمع إن الإسماعيلاوية بيحبوا الزمالك، وطول عمري بسمع إن الإسماعيلي لو ما خدش الدوري ما بيبقاش زعلان لما الزمالك ياخده. ما لمستش ده فعلا الا لما رحت اسماعيليه، ومدى الحب اللي من الاسماعيلاويه كلهم لنادي الزمالك. مش عايز اقول لحضراتكم ان الاسماعيلاويه بيحبوا الزمالك ازاي. انا كنت متواجد في الاسماعيليه اليوم اللي الزمالك خد فيه الدوري. يعني مش عايز اقول لكم ان الناس كانت فرحانه زيهم زي الزمالكاويه بالظبط. عندهم لو الاسماعيلي ما خدش الدوري مش مشكله، الزمالك ياخد الدوري، اخواننا ياخدوا الدوري. وده فعلا لمسته لما رحت اسماعيليه. نرجع بقى لشيكابالا. المهم ان اكيد ان عودته وان احنا نراهن عليه في مخاطره، لكن انا بالنسبه لي كمدرب وبالنسبه لنا كنادي الاسماعيلي هي مخاطره مقبوله. ليه مخاطره مقبوله؟ لان زي ما المستشار مرتضى قال موهبه شيكابالا مش محتاجه وقت ان احنا نرجعه، هنرجعه باذن الله في اسرع وقت ممكن. لكن الاهم من كده ان انا لما قعدت مع اللعيب ولما قعدت مع شيكابالا لمست قد ايه ان هو عايز يرجع، وقد ايه السنة بتاعت الإسماعيلي دي تكون، فاحنا هنساعده، لكن بإذن الله هيساعد نفسه وإن هو اتغير زي ما المستشار مرتضى قال، وبإذن الله هيكون إضافة كبيرة لنادي الإسماعيلي في الموسم القادم، ويرجع نادي الزمالك يكمل المشوار بتاعه يكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك. حاجة أخيرة عايز أقولها على شيكابالا، إن شيكابالا عانى في وقت من الأوقات اللي كان نادي الزمالك خالي من النجوم، ونادي الزمالك كان بيمر بمرحلة صعبة جدا. شيكابالا ما هربش، شيكابالا كان دايما قدام المدفع، ودايما كان متحمل مسؤولية فريق الزمالك في الوقت الصعب اللي كان محدش، يعني كان ممكن لعيبة كبار جدا يهربوا، لعيبة كبار جدا يقولوا ان المسؤولية دي كبيرة علينا. فهو يستحق ان نادي الزمالك يتعاقد معاه مرة تانية، ويستحق ان نادي الزمالك ياخد مخاطرة عليه، وباذن الله المخاطرة دي هتنجح والريسك ده هينجح، وشيكابالا هيرجع مره ثانيه افضل من مكانه. شكرا.